سلام يا رجال، اليوم معانا موضوع يهم الجميع ويهم زايد المغترب. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدي لكم بالقصة. قلوا القصة، أمس ذكرت صباح فتحت محلي زي يومي، وجنبي محل واحد مصري، هو يتأخر فتحني يفتح يتأخر، يعني يتأخر ساعة ساعتين ثلاث. أمس تأخر زيادة، جو زباين كي يروحوا ويجوا، وما فيش انا معي يعني رقمه، يعني وجنبي ما لا اعطاني رقم ولا اعطيته رقم، وين انا اخوه يعني وعايش وملح وهذا، انتم دراي كيف لو واحد بجنب المحل المغترب عارف. تاخر طبعا، انا قلت ضروري اصير اصحي، لا عزبه يمكن رقد، راعت لخوي لو ما يجي يمسك محلي، ورحت للعزبه حقه قلت اروح اصحي يمسك محلي. رحت العزبه، دق 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 عليه، ما رد ما جاوبش، قلت يمكن راح مدريان راح. انا اللي ما جيت وفتح الباب، ما اسمع الا ونين. ادمي مريض يعني، بين مرض يعني، اقول لكم خلوه على الله، والله انه مريض، ربنا يشفيه. بس مالك ما كان يصير يتكلم، جبنا له سرنا جبناها ما صحى شوية، كلمني قال والله انقد لي 4 ساعات، لا اقدر لا اتنفس ولا اقدر اتنفس. مالك ما تصلي؟ قال ما امشي رسمي. انتو دحين تسألوا وايش دخل لنا ايش مع هذا؟ يخص المغتربين يا جماعة. شوف، اذا انت معك محل صاحبك ما فيش جنبه محل مغلق وتأخر، ضروري انك تفاقده، وهو الحالف في العزبة، والله صاحبنا هذا المصري الحالف في العزبة. فأتمنى من الجميع المغتربي أن كل واحد يفقد صاحبه ويتصل له ويشوف لي، إذا ما في يشوف للعزبة، يشوف ماله ما في، يمكن مريض، وأنتوا عارفين كيف الغربة. فأتمنى أن هذه الرسالة توصل للجميع، وكل من يتفقد صاحبه، خوي مصري، يكون هندي، يكون يمني، يكون سوداني، يكون ما كان، وهو جنبك وأنت عارف محل مغلق ومش عاد أخر فيه تغليقه، يتصل له، ما رد تصير له للعزبة، شوف يمكن مريض، يمكن يحتاج شيء ولا شيء، والله ما له أخو ولا أخ، وأنتوا دارين إنها في غربة وكلنا أخوة، وإحنا في غربة وهذا، وأتمنى من الجميع إن الرسالة توصل للجميع، وسلامتكم يا جماعة الخير، الله معكم.